بتمنى تكونوا حاضرين وجاهزين على أتم الاستعداد، لأنه دبكة الانتصار بالانتخابات البلدية بالإبايات لازم تكون مختلفة عن كل أنواع الدبكة. أوكي؟ أوكي. اسمح لنا استاذ هادي نقدم لك نموذج عن الدبكة اللي بدنا نقدمها قدام قلم الفرز. أوه بتمنى، تفضلوا. 1 2 3 يا شباب. تمام؟ تمام، بس ليش دبكتوا على فرد إجر؟ هيدي أول مرة بشوف دبكة على فرد إجر. هيدي بتعني إنه بالإذن لحظة. ألو، نعم، خلصت نتائج الفرز؟ شو؟ طارت البلدية من إيدي؟ أكلتها؟ كتير زعلت لك يا شيخ هادي كتير، بدل ما نكون هلا ماشي الدبكة قاعدين عم ناكل دبكة. اخ رح اختني، بس فسريلي ليش كنت بدك تعملي الدبكة على فرد اجر؟ لانه عندكم اجر اخذوها معهم السوريين لما سحبوا من لبنان، كنتوا تدبكوا معهم فيها. هلا عندكم اجر وحده بتدبكوا ضدهم فيها. ما كان دبكه بتاكل دبكه؟ ميرسي عم باكل صبيعي.